مرحبا، كيف حالكم؟ لقد اشتقت إليكم يا أصدقائي. اليوم أيضا سنرسم بأوراق الشجر، سنحاول رسم هكذا إنسان. أهذا رائع؟ سترسمون ما هو أروع من هذا يا أعزائي. نريد رسم جسم الإنسان بالكامل، ولكن لأن رسمه بأوراق الشجر صعب سنقوم برسم الوجه فقط، لذلك سنبدأ بالتعلم الآن مباشرة. اليوم سنحاول رسم إنسان، سنرسم ولداً وبنتاً. أولاً سنرسم الولد، سنضع الصمغ بشكل الوجه. نضع الصمغ منتشراً بشكل قليل هكذا. ثم نلصق أوراق الأشجار الموجودة هنا. تم جمع أوراق الأشجار وتمزيقها قطعا. بعد ذلك نلصق ورقة كبيرة وعريضة لرسم الرأس. هكذا نرسم الشعر، ثم نضع الصمغ للعينين والأنف والفم. لصقنا العينين هكذا بالورد. وحتى الأنف والفم جمعنا ولصقنا أوراق الشجر والورود التي تشبه ملامح الوجه. هل نحاول رسم الأذنين أيضا؟
نعم، إذن نحاول هزها مرة واحدة. نعم، هكذا اكتمل وجه الولد. هيا نحاول رسم وجه البنت. كذلك الحال للبنت. أولاً نضع الصمغ بشكل الوجه. ثم نبدأ الرسم بداية من الشعر. جمعت الأوراق الحمراء الجميلة لرسم الشعر مقدمة الرأس هكذا. وسنحاول أيضاً لصق أوراق شجر كبيرة. الورقة الكبيرة أصبحت شعراً هكذا. وبعد ذلك سنقوم بلصق العين والأنف والفم. هل نقوم بعدها بلصق الحاجبين بشكل خفيف؟ واو! هكذا تفوح رائحة الورد والأعشاب، وهذا جيد جداً. نعم يا أعزائي، هكذا اكتمل كل شيء.
كيف كانت محاضرة اليوم؟ اليوم رسمنا باستخدام أوراق الشجر. أتمنى أن تصبحوا مقربين للبيئة من خلال هذه المحاضرة يا أصدقائي. نعم، في المحاضرة القادمة سنقوم بنشاط آخر، سنرسم باستخدام أدوات أخرى. أتتطلعون لهذا؟ نعم يا أعزائي، إلى اللقاء في المرة القادمة. مع السلامة.